الرياضيون السوريون يحققون نصرا جديدا، وهذه المرة عن طريق لعبة الكاراتيه. حصدت سوريا ضمن بطولة العالم للكاراتيه شوتوكان المقامة ببلغاريا على ذهبية القتال الفردي للوزن المفتوح. توج فيها الكابتن أسامة عزام إضافة إلى حصوله على فضية الكاراتيه الفردي. واليوم معنا عبر السكايب الكابتن أسامة لنحكي أكثر عن البطولة. يسعد صباحك كابتن ومبروك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم والله يبارك فيكم. يسعد صباحك عن جديد كابتن، والف مبروك لنا، الف مبروك لحضرتك. الله يبارك فيكم، هي مبروك للشعب السوري كله، مبروك لبلدنا، لانه هي الذهبيه طبعا بتثبت انه السوريين لا زالوا واقفين على اجريهم وما بتهمهم لا حرب ولا، وراح تنتصر بلدنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كابتن يعني نعم. اليوم خلينا نقول 46 فريق شارك، وهن اكيد بيمثلوا 40 دوله اقيمت هي البطوله. خبرنا اكثر عنا وخبرنا اكثر عن مشاركه حضرتك، خصوصا انه الفريق يلي كان مهيئ للسفر يمكن كان في صعوبه بالمشاركه او حتى ما استطاع انه يشارك بسبب عرقله بالفيز. والله هو طبعا البطوله هي بطوله دائما بطوله العالم للشوتوكان بتقام كل سنه، وأنا كانت فكرة المشاركة فيها من مدة سنتين أنه نشارك بفريق سوري. باختصار بحكي سنة الماضي صار في عرقلة وصعوبات للمشاركة المنتخب ببطولة العالم بصربيا، بسبب طبعا إشكالات يعني دخلوا السياسي بالرياضة للأسف الشديد، صار في عرقلات وما قدر يشارك المنتخب. السنة طبعا أنا أخذت من سنة الماضي وعد من الاتحاد البلغاري أنه مهما كان العدد راح نعطيكم يعني دعوة ومصدقة من الخارجية، وهذا اللي حصل. عملوا الدعوة وانبعثت على الخارجية البلغارية، أما نامت بالخارجية البلغارية فترة طويلة وما عاد في وقت، ودخلنا عالم ومعارف لمنه رجعت أفرجوا عنا وبعثوها على السفارة بلبنان. للأسف الشديد القنصل البلغاري بلبنان كان مش بالمستوى المطلوب لممثل دبلوماسي لبلده، كان معاملته بصراحة يعني، وللأسف اني احكي هذه الكلمة، معاملة سوقية، ومن البداية بان عليه انه هو لا بده يوافق للمنتخب ولا بده يعطيهم فيز، لانه بالنتيجة بجوز انحرجت وزارة الخارجية من الاشخاص اللي تدخلوا من شان دعوة المنتخب ومن الاتحاد الدولي والاتحاد البلغاري ومن بعض الأشخاص اللي ساعدونا. فكان معه مثل يمكن ضوء أخضر أنه ما يعطي فيز. بالنتيجة بلغاريا تقع ضمن الاتحاد الأوروبي وسياستهم معروفة تجاه بلدنا، فصار في عرقلي. وبعد ما تعب المنتخب أنا نزلت خصيصا مرتين من نيويورك لدربه ونجهز الفريق وجهزناه، وتعبوا معنا المدربين الموجودين بالسويدة كمان وبتدريبه، وطلعوا مرتين على لبنان. أول مرة للأسف كمان إخواننا اللبنانية ما دخلوهم، ما كانوا عرقلوا وما كانوا يدخلوا المنتخب. نعم والمرة كابتن أسامة نعم كابتن أسامة، حضرتك عم تحكي عن تحضير الفريق، يمكن التحديات، وأكيد حضرتك حضرت فريق من الشباب المقيم ببلغاريا وحازوا على جوائز، تخبرنا عن هي الجوائز اللي حازوا عليها. والله نحن لما ما المنتخب ما عطوا فيز، طبعا أنا كنت داعي على الإنترنت كافة اللاعبين السوريين اللي بينطوا تحت ضياء تحت مظلة العلم السوري أبو النجمتين للمشاركة باسم سوريا، وفعلا تواصلوا معي لاعبين، لاعب من دبي اجا، ولاعب من هولندا، ولاعب من المانيا، طبعا هذول اللاعبين كلياتهم سوريين، وفي عندنا لاعب من حلب مقيم بمدينه بهون ببلغاريا، طلبوا مني انه هن يشاركوا، رشحت اسمائهم وفعلا شاركوا. اللاعب كنان الدهوك من دبي اللي اجا طفل عمره 13 سنه، اجا مع ابوه وشارك بالبطولة والحمد لله جاب برونزية بالقتال الفردي. واللاعب محمد حسنة كمان لاعبنا من حلب مقيم هون كمان ببلغاريا، شارك كمان والحمد لله جاب ميدالية برونزية بالقتال الفردي. هالأربع ميداليات اللي نحن حصلنا عليهم، طبعا أنا الذهبية والفضية وهني برونزيات ثنتين، خلت سوريا تطلع بالترتيب العام بالمركز التاسع
على 40 دولي وهذا يعتبر انتصار كبير بهالعدد القليل اللي نحن مشاركين فيه. نعم نعم. يعني كابتن من هون بدنا نسألك، رغم كل هي العراقيل ورغم كل هي الصعوبات والعثرات اللي عم يحطوها بوجه اللاعبين السوريين، إلا أنه استطعتوا أنه ترفعوا علم سوريا بالتتويج، خبرنا أكثر كيف كانت نظرة الغرب لهذا النصر أو لرفع العلم السوري؟ الحقيقة هذا بالنسبة لنا طبعا يعتبر انتصار كبير. نعم. لأنه نحن رفع علم سوريا وعزف النشيد السوري يلي والإداريين والمدربين وتعرف كل الناس الموجودة بالصالة توقف باستعداد عند عزف النشيد السوري لما حصل طبعا على الذهبية، لأنه المعروف أنه دائما بس للذهبية بيرفعوا العلم بالتتويج وبيعزفوا النشيد. كان طبعا نحن رياضيين سواء حتى رياضيين العالم من كافة الدول ما عندهم هي النزعة الموجودة عند القياديين. نعم. القياديين نعم. السياسيين ما بعرف راحت الصورة. نعم نعم أستاذ عزام، يمكن صار عنا مشكلة بالسكايب ولكن حضرتك مكمل معنا على الهواء بالصوت وعم نسمعك، وبالختام أكيد بدنا نتشكرك ونتمنى يا رب الفوز للفريق السوري بالكاراتيه وبالرياضة بكل العالم وليس فقط في بلغاريا، بنتمنى لكم التوفيق يا رب. الله يسلمكم وشكرا لكم على استضافتي ببرنامجكم، وبشكر كافة العاملين ببرنامجكم وبالإخبارية السورية، وهي لفتة كريمة منكم لأنه بعد قتال 4 سنوات ببطولات العالم والحصول ورفع علم سوريا لأول مرة أو خلينا نقول ثاني مرة بعد برنامج المغتربين تظهر على الشعب السوري. نعم. وهذه الحقيقة لفتة كريمة منكم، إن شاء الله دائما بتتكرر وتتابعوا أخبارنا ونظلنا نحن مستمرين برفع علم بلدنا والقتال من أجل بلدنا قاتل سوريا. نعم كابتن أسامة عزام، مشكور جزيل الشكر، فخورين فيك وأكيد فخورين بكل الرياضيين بجميع أنحاء العالم، فخورين بالشعب السوري اللي وين ما كان قادر يوصل الصورة الصحيحة، الصورة اللي نحن دايما بنفخر فيها. شكرا لك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. مشكورين جدا.